تمين يعني مثل ما هني بيقولوا انه مثيره للجدل بالشكل بالفن باي اغنيه بتقدميها كليبات. سبحان الله يعني ما عم بحل عنك الاثاره، كل شيء مغير فيك. طب هلا بتعرفني اكثر، نتعرف الليله. الناس يمكن ما بتعرف انه انت حدا كثير مثقف وحدا كثير معه ماستر. ليه ما بيعرفوها الناس؟ بيطلعوا بس بجسدك، بيطلعوا بس بشكلك، بيطلعوا بس شو لبستك. ليك في الفئات، بس خليني كمل جملتي. بس جاوبيني على هيدا السؤال لو سمحتي، بانت مين؟ انه انت حدا مثقف، فتحتي كتب، قريتي، تعلمتي. الكتاب هو رفيقي وصديقي اللي ملازمني كل أوكي. يوم. خليني بس كمل جملتي. إذا بتعملي معروف ما أنت بتقطش كمان، ما بأثر، بس خليني كمل الجملة وجاي أقول بدك إياها. أنا مسمح لكم نحن لا؟ أنا مسمح لي أكيد. أوكي. جاوبيني، العالم المثقفة بتنظر لليال بطريقة كتير حلوة وبطريقة كتير فيها نوع من الإلمام، نوع من الثقافة، نوع من الأفكار الحلوة، الفيرست إمبريشن بيكون كتير حلو. ليه ما بيطلع؟ لما أنا بنادي الناس الغير مثقفين بيكون هيدا الشيء كل حدا من بيئته، يعني لكل مقام مقال. جمهور ليال شو؟ جمهور ليال من كافة الطبقات ومن كافة الفئات، كل شخص بحب ليال هو جمهوري. أنت اليوم بتعتبري بعدك شباك تذاكر؟ يه طبعاً. شوفي لين تفاجأتي؟ أكيد شباك تذاكر. أنت اليوم شباك تذاكر؟ أنا جمهوري اللي بيلحقني وين ما كنت، حتى لو كنت بآخر ما عمر الله أيه. بيلحقوني وبيتابعوني وبيكونوا متواجدين وبالصف الأول. جاوبيني شو مغير فيكي؟ يعني اللي بيحضرك من 5 سنين هلأ بفتح أنا وياك جوجل أوكي؟ بتطلع بليال عبود، أنا بشهد لك أنجح مرة عاملة فيها تجميل هي هاي المرة. وإذا قلت لك إنه لا ما في شيء، ليال ما بقى فيك خففنا بوتوكس، خففنا فيلر، وأصلا بطل في فيلر أبدا. أنت بتقولي إنه أنت مش عاملة تجميل؟ رشاقتي طبعا. أنت بتقولي مش عاملة تجميل؟ شو خصنا هلا بعملية تجميل؟ نحن جايين نحكي بالفن، هودي ديجا في حكي لا عم بسألك سؤال. هلا أنت اليوم إيه يعني هيدا الجمال عم جمل روحي يوم بعد يوم. روحي عم تطغى على جمال الخارجي، فعشان هيك عم تشوفني حلوة. عم بشتغل على حالي، والنضج الثقة بالنفس عم يكبروا أكثر وأكثر. والإنسان لتقدم مستمر إذا ما كان هيك بيكون منه إنسان طبيعي ومنه واعي. ليه عطول بينتقدوكي إنه عطول عاملة قصص؟ شفت لك شي شجرة، شي شجرة مش حاملة ثمار برشقوها بالحجر؟ طب وقف فرجيني ثماري. ثماري؟ وقف ثماري جواتي هلا اليوم بدي فرغها. أكيد أكيد، بس بدي أطلب منك توقف شوي. مش إذا وقفت أنا فرغ ثماري، بدي أطلب منك توقف شوي. أوكي. وقف شوي بليز. قد إيه طولك؟ طولي 1.61 متر. متر وواحدة وستين ونص. الكعب قد ايه بتلبسي؟ بين 12 13 اوقات نشطح لل 16. صحيح. يلا اوكي. انا اصلا راضيه بطولي وام ساتسفايد يعني. اوكي بدي عزبك نقرب نوقف شوي صغيره هون. وين؟ في مجال اي هون بس هون. اوكي. في سكربيني بليز بتعطوني اياها. ليال طولك عامل لك عقدة؟ لا ابدا ابدا بالعكس. طب اللي طوله الانسان بعقلاته هني هالقد، اقل من 3 سم. طب هيدا الكعب شو هالقد؟ بتقدري تلبسيه؟ بتقدري تمشي فيه؟ انا اذا ما لبست كعب ما بقدر اتحرك بشغلات بكل شيء يعني، حتى بالمطبخ بكون لابسه كعب. ليه؟ يعني بكون مثلا عندي شغل بيعطوكي الثقه الكعب؟ لا ابدا، الثقه موجوده بس هيدي اكسسوارز. طيب عال شو خص المطبخ؟ إذا أكسسوري شو خص المطبخ؟ أنا بكون لابسة وظاهرة من البيت. تنزعجي لما يقولوا عنك قصيرة؟ أبدا. بس بدي عزبك. إيه أوكي. شو كمان؟ ميل التانية شو؟ لا بدي هيك بس. إيه وقفي علي إجريك. عادي سافا. اصلا الكعب مش هو اللي بعلي الانسان. انت عم تقولي عن جد للمره المليون والاخيره إيه؟ بدي احكي فيه انك انت مش عامله تجميل. ما خص عامله ولا مش عامله؟ باش يعني على طول بيسالوا عن بعض الاماكن مقهورين منها. يا اختي في ناس مقهوره منها انه كيف ظابطه اللي بده ينقهر ينقهر يعني إيه؟ ما همي انا عامله ولا مش عامله؟ ما خصهم، ما خص حدا فيني، انا حره بحالي. في عالم بتحب تقلدك. انا اكون راضيه عن نفسي، راضي في عالم بتحب تقلدك. مش في عالم بتحب، عم بيقلدوني واوريدي عم يعملوا كل شيء. فيش الا انا بس يعني اللي غير في نفسي يعقوب، يعني خلص خلصت القصه. اوكي تفضل. ثانك يو. ميرسي ليال. اهلا. ليه بطلتي عم يعني عم نشوف لبسك تغير؟ عم شوف انه بطلتي، سوري على التعبير، تتزلطي، صرتي عم تحتشمي،
صايره محتشمه صايره ما خلص احنا عم نواكب الموضه 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 المحتشمه يعني عم اقول لك شيء بيشبهني انا شيء بيشبهك ولا مطلوب منك لا مش مطلوب مني ابدا ابدا لو مطلوب مني من البدايه ما كنت لا 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 عم بحكي هلا جاوبيني على السؤال انت اليوم صار لك فتره عن جد مغيره وهيدا سؤالي انه اول شيء مثل ما قلت لك ما في بعض تزليط يعني ما عم نشوف غير جسمك هيك انت ولابسه انت بعد تكوني شالحه لا مش شالحة كتير شالحة يعني أقل شوي. من العادي عادي جدا طيب يعني. شو اللي خليك تتستري أي حدا طبيعي بيكون شالح أكتر مني شو اللي خليك اللي خلاني أتستر هلأ إنه أنا إنساني وعيت أكتر قلت إنه عن جد فكرتي للتياب تغيرت فكرتي كليال تغيرت انضجت أكتر بدك تغيري صورتك كنت مواكبة الموضة بطريقة إنه فكرة إنه الأوفر هو شيء مهم أوكي. هلأ وعيت على حالي أكتر في إشياء ممكن أبرزها أهم بكتير من الجسد مثل الأغاني الحلوة الصوت الحلو الاستعراض بالصوت مش الاستعراض بالجسد والصورة يعني هلأ جسد بطل استعراض هو الجسد مطلوب أني ضل محافظة على رشاقتي محافظة على نظام غذائي معين محافظة على إطلالات الحلوة على لباس حلو أوكي. على زي حلو على زركشة على ألوان على حب على إحساس أكيد على حب الحب دايما الحب بيرسم دربة ها؟ الحب دايما بيرسم دربة وبكحل عيوني بس هو هلا الحب خلاك تصيري هيك اكيد الحب واو ومن منا واو. بلا حب في انا عارف من هو نو نقطع السطر اها اها خي اجا عريس مش انا اللي غنيت حبيبي ليش عن حاله معرف بكفي انا بعرفه بعدك بتحكي بغرور وبعيوني كتير كبير ولاف يو لاف 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 يو